شيخ احمد، هنتكلم بقى في موضوع مهم، وهو الاسئله اللي بتجينا على طول في الفتره دي. انا كان عليا ايام ما صمتهاش من كذا رمضان، او من رمضان اللي فات او اللي قبله او كذا، مره كنت حامل، مره كنت برضع. ايه بقى الحكم؟ طيب، الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. النهاردة يا أستاذ العياء وإحنا بنتكلم على صيام الحامل والمرضع، لأني يعني كثيرا من الأخوات الفضليات اللي بتيجي تسأل تقول والله أنا كنت حامل، أنا أصلا ما زلت حامل، أنا دلوقتي المرضع، فأنا أعمل إيه في الأيام اللي فاتت، الأيام الجاية، وهكذا. فإحنا هنبين الحكم والمسألة على ثلاث أقسام عشان نفهمها كده والسادة المشاهدين يفهموها. يا اخوانا، المساله دي تنقسم الى ثلاث اقسام سريعا. القسم الاول، امراه حامل ومرضع وتقدر تصوم، والصيام لن يؤثر لا عليها ولا على الطفل او الجنين. خلاص، يبقى هي امراه تقدر تصوم والصيام لا هيأثر عليها ولا على ايه، ولا على الطفل اللي هو الجنين، ولا على الجنين يعني، ولا على الطفل لو هو لو كانت امراه يعني مرضع. فهنا ايه، تصوم، وده باتفاق. خلاص كده، يعني ما تفطرش، يبقى ده المرأة لو كانت مستطيعة. طب لو جه الطبيب وقال لها مش هينفع تصومي، يبقى تستجيب لكلام مين؟ لكلام الطبيب في المسألة دي. خلاص، يبقى ده القسم الأولاني، يبقى باتفاق المرأة الحامل والمرضع الاتنين يا أخوانا يصوموا، لو كان الصيام لن يؤثر لا على الجنين ولا على الإيه، ولا على المرأة. خلاص كده. القول الثاني، القسم الثاني بقى، ان هم لا، ده خافوا على نفسهم، يعني المرأة الحامل خايفة على نفسها والمرضع خايفة على نفسها. انا والله هيجي لي دوخة تعبانة، انا والله مش على الجنين دلوقتي اهو بقى، ولا على الحمل، يعني لا على الطفل ولا على الايه، ولا على الحمل. امال هم خايفين على ايه؟ على نفسهم هم، على صحتهم هم. فهنا حكمهم ايه؟ قالوا العلماء بيقولوا يفطروا، وعليهما الايه، وعليهما القضاء، وعليهما القضاء. طب هل قضاء بس ولا ممكن في اطعام؟ خلاف، منهم اللي قال القضاء فقط، ومنهم من قال قضاء واطعام. واللي قال قضاء واطعام ده مذهب الشافعيه والحنابلة في هذه المساله، ولكن راي الجمهور بيقولوا ايه، لا يا اخوانا، احنا بيبقى عليها القضاء فقط، وتصوم يوما مكان هذا الايه، مكان هذا اليوم. يبقى إذا لو كانت خايفة على إيه؟ خايفة على نفسها، تمام؟ يبقى المرأة الحامل تاني أهو لو خافت على نفسها، أو المرضع اللي بترضع خايفة على نفسها وعارفة إن الصيام ده هيتعبها، فهنا الشرع بيقول إيه؟ تفطر وتقضي يوما إيه؟ يوما مكان. خلاص؟ يبقى ده القسم التاني. القسم التالت قالوا لأ، ده مش خايفين بقى على نفسهم، ده خايفين على الإيه؟ على إما الحامل خايفة على الجنين، والمرضع خايفة على الإيه؟ على الطفل، ان اللبن يقل مثلا في وقت الصيام، فده يؤثر على مين؟ على الرضيع. فهنا الحكم ايه يا مولانا؟ قالوا فيها خمس اقوال. خمس اقوال. قول بيقول يا استاذه دعاء عليهما القضاء، يعني يفطروا، عليهما الايه، وعليهما القضاء. وقول تاني بيقولوا لا، ما عليهمش، ده هم عليهم الاطعام عن كل يوم ايه، مد. ومنهم من فرق بين الحامل وبين المرضع، زي الملكية مثلا. الملكية عندهم ثلاث أقوال في المسألة، لكن المشهور أنهم فرقوا بين الحامل وقالوا الحامل تقضي، والمرضع تطلع عن كل يوم إيه، تطلع عن كل يوم مسكين. إيه رأيك بقى أن ابن حزم بيقول ما لهمش حاجة؟ قالوا يعني ما لهمش حاجة؟ قالوا لا قضاء ولا كفارة. إزاي؟ ابن حزم قال الكلام ده واستدل بكلام عجيب جدا، بس أنا عاوز أقول هم ليه اللي قال قضاء واللي قال إطعام، هم ليه فرقوا ما بينهم أصلا؟ يعني اللي فرق قالوا أصل المرأة الحامل دي هي احنا بنلحقها بالإنسان الإيه؟ قالوا بالإنسان المريض، صح؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة إيه؟ من أيام أخر. خلاص. واللي قال إطعام قال لا، لأن احنا بنقول كما قال الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام إيه؟ طعام مسكين، فهي تقضي بتاع ده تطعم. وطب والحامل يا اخوانا ليه ما قستهاش؟ قال لك لا، ده اللي هي المرضع. قالوا المرضع دي بنقسها على الشيخ العجوز، الشيخ العجوز الراجل مسن قوي،
او اسمه الشيخ الفاني، او المراه العجوز اللي هي ست خلاص 70 سنه 60 سنه ومش قادره تصوم، فدي هنقول لها عليك القضاء ولا هنقول لها عليك الايه، ولا هنقول لها عليك الاطعام؟ على اي حال، على اي حال انا عندي اقوال وكل قول له دليل. انا كامراه ممكن تاخد باي قول من الاقوال دي؟ اه طبعا لها الحق، لان كل واحده لها سلف. السلف دول علماء الأمة رضي الله عنهم، من الشافعية والحنابلة والمالكية وسيدنا سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رضي الله عن الجميع، وابن تيمية وابن القيم والإمام ابن حق، كل دول لهم سلف. طيب إحنا لما نيجي نقول للمرأة مثلا، واحدة بتقول ده أنا كنت حامل يا مولانا في رمضان، وجيت رمضان اللي بعد كده رضعت، وبعدين ربنا كرمني وحملت بعد كده فثلاث رمضانات، أنا معقول أقضي الثلاث رمضانات؟ هيبقى في إجهاد عليا. فنقول لها إيه؟ نقول لها طب ما في رأي بيقول ايه، تطعمي عن كل يوم ايه مسكين. كل يوم مسكين قد ايه يا مولانا؟ مد. المد يا استاذة دعاء مش وزن، هو كيلة بس، احنا بنقول تقريبا عشان الناس ما تتلخبطش، كيلو من كل حاجة. يعني كيلو رز، كيلو دقيق، اي حاجة او من اوسط ما تطعمه. نعم. فلوس.